حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال، ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال. شهر الطاعة حاط بنا، رمضانه بهلال، بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال. حانت حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال. تشاهدون اليوم القارئ الصغير معصوم في رسوم بذور الأمل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. فلنكمل. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بارك الله فيك، فلنكمل. تفضل واقرأ. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بارك الله فيك، فلنكمل. تفضل واقرأ. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بارك الله فيك، فلنكمل. جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فلنكمل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بارك الله فيك. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال. شهر الطاعة حاط بنا رمضانه بهلال بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال. حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال. تشاهدون معصوم في رسوم بعد قليل. معصوم في رسوم. نبي معروف أمين وبالصدق موصوف قبل مبعثه بخمسة أعوام أتى السيل من أعالي الجبال فانصدع جدار البيت الحرام. فلما بلغ البناء موضعه اختلفت قريش على من يضع الحجر الأسود في مكانه ويرجعه، فكل قبيلة تقول نحن به أولى. هم كانوا يعلمون أن هذا الحجر يشير إلى أمر عظيم لا ينسى، وعنده يجدد الحجيج عهدهم وميثاقهم لخليفة الله. وقد كان درة بيضاء ولكنه بسبب خطايا العباد في الأرض تحول للسواد. ومكثوا مدة يتشاجرون، ثم اتفقوا بأن أول داخل عليهم له يحتكمون. فشاءت إرادة الله أن يدخل هذا النبي الأمين ويحكموه ويصبروا فلا يستعجلون الحكم قبل أوانه. أمر النبي بثوب وضع الحجر في وسطه، ثم أخذت القبائل بجوانبه ورفعوه، ثم تناوله هو فوضعه في مكانه. وكانت هذه من الله إشارة أن القائم الذي أودعه الله العهد والميثاق سيخرج من هذا النبي الذي حمل الحجر وأنهى النزاع بجدارة. فمن هو يا ترى هذا النبي؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم. مرحبا مجلة
مجلة. هاي، عدد جديد من مجلة عصفورة الصغار. نعم أحبتي الأطفال، بفضل الله سبحانه صدر العدد التاسع من مجلتكم عصفورة الصغار. في هذا العدد سنطالع حكايات شيقة من حكايات عصفورة، ونتعلم حرفا من حروف لغتنا العربية في فقرة أصدقاؤنا الحروف، ومع صديقتكم رنا الشقية في يومياتها، لنرى ماذا أضاعت هذه المرة، وغيرها من فقرات التسلية والتلوين. كل هذه الفقرات الشيقة تقرؤونها في هذا العدد عبر تطبيق مجلة الأطفال. لا تنسوا أحبتي إرسال صوركم ومشاركاتكم عبر إيميل المجلة kidsmacapp@gmail.com، وتابعونا على الإنستغرام والفيسبوك كذلك kidsmacapp. تشاهدون بذور الأمل بعد قليل. جئناكم ببذور الأمل ننجرها في كل مكان، نقرصها دوما نرعاها نسقيها حبا وحنان، نسقيها حبا وحنان تنمو تكثر كالأشجار، تعطينا أشهى الأثمار. ازرع املا تجني فرحا، تجني فرحا فالامل يزيل الاحزان. هيا نتامل ونتابع، نتجول بين الفقران مع جنة، نتعلم عبرا من مسرحها وحكايات، نبحث نسال عن عالمنا نجمع بعض المعلومات، نسقي بهدوء ونتابع لحكايات الامهات، ثم معا نقترف الخير من آل البيت النجباء، وأخيرا نبعث برسائل نهديها قلوب الآباء. كن معنا تابعنا الآن وبذور الأمل العنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأصدقائي من قناة المنقذ العالمي، وحياكم الله. يسعدنا أن نكون وياكم فترة برامج الأطفال، ونقدم لكم برنامج بذور الأمل. لحظة، خلي نبدي نزرع بذورنا بداية أولى حلقاتنا. برنامجنا فقرات منوعة تزرع كل واحدة منها بذرة أمل، إن شاء الله تنمو وتثمر مثل بذرتنا اللي زرعناها قبل شوي. رح ننتقل وياكم من خلالها برحاب الخيال والحكاية الجميلة، نستمع لصديقتنا جنة بمسرحها الجميل، ونضيف المعلومات لنا الكثير عن عالمنا الواسع والعجيب. بعدها نصغي كلنا الحكاية الأمهات الرائعة، وما ننسى نتعلم بعض المعلومات المفيدة عن أهل البيت الأطهار عليهم السلام مع فقرة أسرار عن الأطهار. وأخيراً راح نتوقف مع ريام ونسمع رسالتها اللي ترسلها من قلبها إلى قلبي والديها. يلا أصدقائي، خلينا نتجول ونزرع بذور الأمل، نتسلى ونتعلم، وأول محطاتنا هي صديقتنا جنة فقرة مسرح الدمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي جنة وسأكون رفيقتكم في هذه المحطة. سأحكي لكم قصصا جميلة أتمنى أن تعجبكم. وأول قصة أحكيها لكم
هي قصتي في أول يوم بعد تكليفي. سأخبركم كيف حاول إبليس أن يمنعني من الاستيقاظ لصلاة الصبح وكيف انتصرت عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا حبيبتي جنة، استيقظي لتصلي معي صلاة الصبح، لقد حان وقت الصلاة. أنا لازلت نعسانة، أريد أن أنام. لا تقومي، النوم جميل وأنت نعسانة، لازل الوقت مبكرا، نامي نامي. هيا يا حبيبتي، ألم تستيقظي بعد؟ قومي يا ابنتي، هذا أول يوم لك بعد التكليف، كم هو جميل أن تبدأيه بالصلاة في وقتها. نامي نامي، لا تستمعي لوالدتك. لا أريد أن أستيقظ يا أمي، لا أريد، أنا نعسانة، لا أريد. نعم، هناك متسع من الوقت، نامي نامي. أشهد أن المهدي والمهديين لا من لا لا لا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأقوم وأصلي صلاة الصبح في وقتها ولا أجعل الشيطان ينتصر علي. لا، ستقوم وتصلي، ذهبت جهودي سدى، يا ويلي يا سواد ليلي. لا لا لا. وختام القول يا أحبة المكلفين، حافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين، وتمسكوا بحبل الله المتين محمد وآله المعصومين، أئمة هداة وأوصياء مهديين، لتكونوا أنصارا لله صادقين وأبناء موالين صالحين. أتمنى أن تكون قصتي قد أعجبتكم، وإلى لقاء آخر في قصة جديدة. إلى اللقاء. أنت صديقتنا جنة، القصة كانت جميلة ومفيدة، راح تخلينا نشتاق لمشاهدة قصص أخرى من مسرح الدمى، لأن قصصك ممتعة. أصدقائي، أحب أستفاد من كل شيء أسمعه أو أشوفه، أحب أشارككم كلمات إلها معنى خاص بقلبي، راح أكتب كلمة على أختي وما راويكم إياها حتى نهاية فقرات البرنامج. راح نتعرف على معلومات مفيدة عن عالمنا الواسع والجميل. أظن أن أنتم مثلي متشوقين لمشاهدة هذه الفقرة الممتعة. يلا ويانا أحبتي نتابع فقرة عالمنا العجيب. أهلا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في فقرتنا الممتعة والمفيدة عن هذا العالم العجيب الذي نسكن فيه. نحن نسكن في هذه الأرض الكبيرة والتي تتسع لنا جميعا، فأنا مثلا أسكن في بيتي الكبير هذا
والذي يقع في حينا الواسع. هناك حديقة على بعد كيلومتر من منزلي تتسع لكل أطفال الحي. نذهب إليها كل يوم ونلعب مع الكثير من الحيوانات مثل القطط والطيور وغيرها. لكن حينا هذا الذي يتسع لنا جميعاً ليس سوى نقطة صغيرة ضمن محافظتي، ومحافظتي أيضاً تعتبر جزءاً صغيراً من بلدي، وبلدي هذا بدوره مجرد بلد واحد من مجموعة كبيرة من البلدان على كوكبنا. ياه، إذن كوكب الأرض واسع جداً وكبير، لا شك أنه كذلك، وهو يتسع لكل هؤلاء البشر من أصناف وأعراق وشخصيات مختلفة. وكوكبنا أيضاً يتسع لمختلف الحيوانات الصغيرة والكبيرة التي نراها من حولنا، والتي لم نشاهدها إلا على شاشات التلفاز والإنترنت. ولكن هل تعلمون يا أصدقائي؟ أن الكرة الأرضية التي نحن عليها هي مجرد كوكب واحد من المجموعة الشمسية التي فيها عدد من الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس مثل الأرض وبعضها أكبر. وهذه المجموعة الشمسية كلها تعتبر أيضاً جزءاً صغيراً جداً بحجم حبة الرمل من الكون الواسع الذي نحن فيه. فهل لكم أن تتخيلوا كم نحن صغار في عالمنا الواسع هذا؟ يا سبحان الله، كانت معلومات جميلة ومفيدة، استمتعنا بسماعها. أما الآن أحبتي ننتقل لفقرة حكاية الأمهات. أدري أن أنتم مثلي تستأنسون بالحكاية الجميلة، فلنستمع الحكاية اليوم من تراث الشعوب العربية. حكاية الأمهات والجدات إلها أثر كبير في نفوسنا وتكوين شخصياتنا، سواء كانت حكاية حقيقية أم أساطير. حكايتنا اليوم تتكلم عن حيوان اسمه ابن آوى، واللي يسمونه في بعض المدن القديمة الواوي أو أبو الويب. والحكاية تقول: كان الواوي وزير للأسد في إحدى الغابات، وبيوم اشتهى الأسد يأكل حمار. قال الواوي: أنا بعد شوي أجيب لك الحمار لعندك. تعجب الأسد وقال: شلون تقدر تجيب الحمار لعندي؟ قال: انتظر وشوف. وفعلا انطلق الواوي وراح للحمار وقال له: يا حمار، ما سمعت بالخبر الجديد؟ إن الأسد تاب وبعد ما يأكل لحوم، وهو مشتاق لك ويريد يسلم عليك. وطبعاً بعد الحيل والإقناع صدق الحمار ورافقه لعند الأسد. الأسد من شاف الحمار جاي لعنده ما صدق، فانقع عليه حتى يفترسه. وبهالأثناء الحمار قدر يهرب، لكن اجت أذن اليمنى بفم الأسد وانقطعت. الواوي قال للأسد: ليش سويت هالشي؟ أنا قنعته وكان ناوي يقترب منك. ندم الأسد وبانت عليه علامات الانزعاج. قال للواوي: لا تضايق، راح أروح أجيبه إليك مرة ثانية. تعجب الأسد وقال له: شلون يجي وياك وأنا قطعت إذنه؟ قال له: أجيبه، بس أنت أصبر ولا تنقض عليه إلا لمن يقترب منك كلش. وفعلا انطلق الواوي مرة ثانية للحمار وقال له بعتب: انت ليش هربت؟ الاسد من شدة شوقه لك كان ناوي قبلك من خدك، وانت من هربت صارت القبلة بإذانك واجت بالغلط بأسنان الاسد.
وبعد الإقناع صدق الحمار ورافق الواوي صوب الأسد، وأيضا الأسد ما قدر يصبر وانقض على الحمار خوفا من أن يهرب منه بعد أن قطع أذنه اليمنى، وهالمرة قطع أذنه اليسرى وتمكن الحمار من الهرب. ورجع الواوي قال للأسد نفس الكلام ووعده أن يجيب للحمار مرة ثالثة بشرط أن يبقى بمكانه وما ينقض على الحمار إلى أن الحمار هو بنفسه يمد راسه للأسد. أكيد الأسد تعجب ووافق وعاود الواوي الكرة وأقنع الحمار، وإجا الحمار وياه وانطلت عليه حيلة الواوي، وهو بنفسه هذه المرة انحنى للأسد حتى الأسد يقبله حسب تعليمات الواوي. وأكيد تعرفون اللي صار، افترس الأسد الحمار وبدأ يأكله، لكنه عطش وطلب من الواوي أن يحمي أحشاء الحمار بين ما الأسد يروح يشرب ماء ويرجع. الواوي استغل فرصة ذهاب الأسد وأكل قلب الحمار. رجع الأسد شاف القلب غير موجود فسأل الواوي عنه، فجاوب الواوي هو الحمار لو عنده قلب ما كان تعض مرتين ويرجع يجيك برجليه. أحبائي، منو يخبرني شنو العبرة من هذه القصة؟ هاي الحكاية تعلمنا أنه إحنا ما نثق بالشخص الماكر والمحتال. أحسنتي يا صغيرتي. ويا ترى منو هو المكار والمحتال بحكايتنا؟ الواوي طبعا، لأنه صدرت منا الخيانة والخداع عدة مرات. بارك الله بيك يا صغيري. الواوي احتال ومكر بالحمار، فالمفروض الأسد ما يثق به أبدا. أتمنى تكونون أحبائنا استفدتوا واستمتعتوا بهذه الحكاية، وألتقيكم بحكايات جميلة أخرى بحلقات أخرى. دمتم في أمان الله. حسناً الحمد لله على سلامتك. إنه بوبو صديق العزيز، أحبه كثيراً، وهو يهاجر في الشتاء ويبتعد عنه، وأخيراً ها هو عاد في الربيع وأنا فرحة جداً بعودته. ما أروع حكاية أمهاتنا العزيزات، كانت حكاية جميلة ونافعة مليئة بالعبر. ما رأيكم أن نذهب الآن برحلة معلوماتية عن أهل البيت الأطهار، قدوتنا في الحياة، نتعلم منهم ونضيف معلومة جديدة من سيرتهم الطاهرة لرصيدنا المعرفي. إذن نبقى وفقرة أسرار عن الأطهار. صديقي المؤمن الصغير، هل تعلم بأن خلفاء الله من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله هم 24 خليفة وليس 12 فقط، حسب وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته، وهي الوصية الوحيدة الموجودة في كتب الشيعة؟ والـ24 معصوماً ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هم الـ12 إماما، وهم الإمام علي عليه السلام وولده الحسن والحسين عليهما السلام، ابنا فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتسعة أئمة من ذرية الحسين عليه السلام، آخرهم المهدي المنتظر مكن الله له. والقسم الثاني هم المهديون، وهم أيضا 12 مهديا من ذرية الإمام محمد بن الحسن المهدي مكن الله له. أولهم المهدي الأول
أحمد الحسن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته باسمه، ومن بعده أولاده المهديون عليهم السلام. معلومة مهمة جدا، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته مهمة جدا، وعلينا أن نتعرف على محتواها حتى نتبعها. والآن ما رأيكم أن نذهب ونزرع آخر بذور الأمل مع آخر فقرة من حلقة اليوم، وهي فقرة من قلبي إلى قلبي والدي، ونعيش مع صديقتنا ريام مشهد توجه فيه كلمة من قلبها الصغير إلى قلبي والديها الكبيرين. صباح الخير بابا، صباح الخير ماما. ماما، بابا، صباح الخير. صباح النور. ماما، لقد حدث شيء غريب في المدرسة اليوم. أمي وأبي، إني أحبكما كثيرا وأتمنى أن أقضي أطول وقت معكما. يحزنني انشغالكما عني بالهاتف، هذا يجعلني حزينة وكئيبة. في قلبي أمنية صغيرة، أتمنى أن تعطياني جزءا ولو صغيرا من وقتكما وتهتما بي وتلعبا معي. أتمنى أن تصل أمنيتي لقلبكما الكبير. هنا نكون قد أنهينا فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ولكن انتظروا لم أريكم ما كتبته في لوحتي. شهر شعبان حبيب على قلبي، فهو يسبق شهر رمضان، وفيه ولادات كثيرة للأئمة عليهم السلام، الإمام الحسين والإمام السجاد والإمام العباس والإمام المهدي وأنا. نعم، فأنا أيضا ولادتي في نهاية شهر شعبان. أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا أحبتنا وتعلمتم معلومات جديدة نافعة. نلتقيكم في حلقة أخرى، وبعد أن أودعكم سأذهب لأسقي البذور، فالبذور تحتاج إلى الماء لكي تنمو. إلى اللقاء أحبتي. جئناكم ببذور الأمل لن تروى في كل مكان، نقرسها دوما نرعاها نسقيها حبا وحنان، نسقيها حبا وحنان تنمو تكثر كالأشجار، كالأشجار تعطينا أشهى الأثمار. ازرع أملا تجني فرحا، تجني فرحا فالأمل يزيل الأحزان. هيا نتأمل ونتابع، نتجول بين الفقران، مع جنة نتعلم عبرا من مسرحها وحكايات، نبحث نسأل عن عالمنا نجمع بعض المعلومات، نسقي بهدوء ونتابع لحكايات الأمهات، ثم معا نقترف الخير من آل البيت النجباء، وأخيرا نبعث برسائل نهديها قلوب الآباء. كن معنا تابعنا الآن وبذور الأمل العنوان. إلى لقاء آخر، رمضان يجمعنا.
ونلتقي به غدا والله يرحمنا. نصوم كل شهره بالخير والحسنى، شهر به الله قضى من شهده ذقنا. إلى اللقاء غدا بالحب والهدى، يا أيها الأطفال شهر الصيام ابتدى.